السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب هواريو ايو فين ان شاء الله. We will today start سورة الجمعة to آية number 5. We have to focus on آية number 5 from سورة الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. زينب. Next time, inshallah, continue revision of the surah. Assalamu alaikum.